يسعد صباحك يا هايدي. صباح الخير يا رشا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، وانت كيفك؟ تمام، دائما نقول الحمد لله على كل شيء بحياتنا. يسعد صباحكم مشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتم مرافقينا بصباحنا لليوم. بدايه نهار وبدايه اسبوع، يا رب تحمل الخير الصحه والسلامه، الرزق الكريم وجبران الخاطر. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعاده اكيد ضيوفنا من مجالات مختلفه. اكيد تحيه صباحيه لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا يوميا، عم نطلع عليكم ببرنامج صباحنا غير. اكيد ساعه ونص من الوقت ان شاء الله يا رب تكون كلها خير، ونتحاور بالعديد من المواضيع ان كانت اجتماعيه او طبيه، ان شاء الله نكون خفاف على قلوبكم، وبدايه النهار يحملكم كل الخير والصحه وراحه البال وكل شيء بتتمنوه. ولكن مثل العاده خلونا نطلع سوا لفاصل صغير وبنرجع. هايدي بداية صباحنا رح نحكي عن موضوع بهمنا جميعا، وهو مناعة أجسامنا. ونحن دائما بنعرف أنه المناعة هي الخط الأول لحماية الجسم ضد الأمراض وضد أي كائنات ممكن تغزو أجسامنا. هذا الجهاز هو جهاز معقد بيحوي أنسجة وبيحوي خلايا، رح نتعرف عليها وعلى أهميته، ونحن كيف قادرين اليوم نقوي هذا الجهاز. أكيد يا رشا، اليوم يمكن كثير من الأمراض أو كثير من الالتهابات والفيروسات اللي ممكن تكون أو تصيب الجسم ممكن تؤدي لضعف بالجهاز المناعي، هذا الجهاز اللي هو أكيد خط الدفاع الأول عن الجسم. رح نعرف أكثر شو هي الأمور اللي بتساهم بتقوية جهاز المناعة إن كان عند الأطفال أو كبار السن أو أي فئة عمرية، ونعرف شو هي كمان السلبيات اللي ممكن تؤدي لضعف جهاز المناعة. تفاصيل كتير مهمة دايما نتعرف عليها ضمن فقرتنا الطبية مع ضيفنا يلي صار معنا ضمن الاستوديو، المهندس والخبير بالتغذية مصطفى حمد. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. صباح النور. استاذ صباح الصحه والعافيه. صباح المناعه اللي هي بتكون دائما ضعيفه بين الساعه 6 والساعه 8 فيفضل ما تطلب الناس كثير او تطلعوا في الباصات الزحمه في الفتره هاي. معلومه جديده او نحن بنكون نايمين بهذا الوقت. اهلا وسهلا استاذ بحضرتك. اليوم عم نحكي عن المناعه، وهي دائما احنا بنقول انه اي شيء بيتعلق بالجسم بروح فورا لموضوع قوه المناعه. نتعرف بدايه طبيا شو هي المناعه؟ طبعا المناعة هي قدرة الأحياء أو الكثيرات الخلايا على التخلص من وحدات الخلايا. احنا سبحانه وتعالى خلقناها بجسم كثير الخلايا كأي الحيوانات، لكن في عندنا بكتيريا دقيقة خلقت قبل الأرض ملايين السنين، هي أساس الحياة أساس الكون. ولا لها مغسل، فدائما هي موجودة بالطبيعة وين ما رحنا وين ما أجينا. فحتى كاس المي هلا أحطيها على المجهر ما بتشربيها، تمام؟ لكن هلا احنا مشان ما نكون، فجسمها خلق بطريقة مزهرة، فأنت عندك مضادات بطبيعة جسمك بالبكتيريا إلى آخره في الدم، هي بتقاتل على مين؟ على حمايتك من هالأجزاء الأجسام الغريبة اللي تدخل للجسم. إذن هو عبارة عن جهاز المناعة بشكل عام. كأي جهاز هنا في جسمنا في 11 جهاز، 4 نسيج، عندنا 87 عضو. فجهاز المناعة هو أحد الأجهزة اللي هو مجموعة خلايا ونسج اللي هي مقاومة الأمراض أو للدفاع كجنود. كل دولة في عندها جنود، في جسمنا في جنود وفي عندنا عمال. العمال هن كريات الدم الحمراء، والجنود هن الجهاز المناعي اللي هو البكتيريا والخلايا المناعية اللي هي بتقاوم الأمراض أو الأجسام الغريبة اللي تدخل لجسمنا. قديش ما حاولت تنظف وقديش ما حاولت العقمة إجبار بدي يدخل لجسمك، لكن جسمك خلق بطريقة مزرية كما يقول أحد الأطباء. تمام، خلينا هيك ندخل بتفاصيل الموضوع أكثر. بعد ما عرفنا على أهمية الجهاز المناعي، نحن بنعرف اليوم أنه في له أنواع، خلينا نوضح هي الأنواع للجهاز المناعي، مين ممكن تصيب وكيف ممكن نتعامل معها؟ هلا هي بتصيب، هو مو بتصيب، الجهاز المناعي موجود بطبيعه الحال والمناعه موجوده، وكل شيء بجسمنا هو 30% بيكون وراثي، لكن نحن 70% مكملها. فانت في عندك جهاز مناعي، يا اما بتعملي مثل المسدس اللي احنا بنحشيه، يا بتخرطشيه بتقوته، يا بتتركيه. فبالاساس عندك 30%، يا اما انت بتزيد المناعه يا اما بتتركيها. فتمام، فجهاز المناعي هو اللي يبدا من طبعا اللوزات حتى حموضه المعده اللي هي 70 ضعف خل التفاح. عندنا البكتيريا المفيدة اللي هي بالأمعاء اللي هي بتقتل البكتيريا الضارة اللي هي 60% من مناعة الجسم. بعدين عندنا المناعة الثانية هي موجودة بالدم وبالجلد، وعندنا 1.5 مليار على الجلد، هي عبارة عن خلايا مناعية أو خلايا بالأحرى بكتيريا مفيدة لتقوية المناعة. لذلك دائما احنا ما نبادر كثير بالحمام والشامبو والمواد المعقمة اللي هي بتقتل البكتيريا المفيدة، فيجب ان ننتبه لهالموضوع هذا ونحافظ على جهازنا المناعي اللي هو اساس حياتنا. لانه الانسان مناعته ضعيفه يقول اليوبيون هو انسان خامل لا فائده له. صحيح. تمام، فالحياه بالصحه لا بالوجود كما يقول الفرون، واساس الصحه هي المناعه. لانه نحن اذا عند بس نحن الجسم لازم نحافظ على الكوليسترول وعلى الضغط وعلى السمنه، فنحن والحاله النفسيه.
تمام. الحاله النفسيه هي بتحرض كل هالامراض هاي بشكل عام، اللي هي عن طريق الغده الكظريه والكورتيزون، اللي هي كل الناس للاسف يعني في اكتئاب في ضغط نفسي، هذا هو اللي بيؤدي الى وقف الجلوكوزونيدات اللي هي بتقوي المناعه بالجسم. فدائما بيقولوا كما يقول ابن سينا الطمانينه هي نصف الدواء، والوهم اللي احنا قلق هو نصف الداء. فرح نضحك نحن على جسمنا بالعقل الباطن، حتى لو كانت ظروف حلوه، نحن الروحانيات اول شيء والايمان بالله سبحانه وتعالى والقدر هي اول، والصلوات والعبادات اول طريقه لتقويه الجهاز المناعي. صحيح. تمام، اللي رح نحكيها بعد شوي شو وسائل تقويه الجهاز المناعي. في عنا اجهزه مناعيه بتفرز مثل مخ العظام والطحال، هو بيفرز الخلايا المناعيه. تمام، اما عن اللوزات وال هي اللي بتكون الزائد الدودي، هي بيكون فيها مجموعه بكتيريا مضادة. تمام؟ نعم. ناس بتنتج بكتيريا مفيدة وناس مضادة، اللي حتى شو نحافظ على الجهاز المناعي اللي هو خلايا مناعي، خلايا تي، خلايا بي، وعندنا الخلايا البالعة اللي بتبلع، وعندنا الخلايا القاتلة اللي هي بتقتل السرطان، لأنه بجسمنا يوميا عم يفرز عندنا خلايا سرطانية، والسرطان تعرفه هو عدم الموت. فخلايا السرطان إذا ما ماتت صار بجسمك سرطان. مين اللي بيقاومون؟ هو الجسم اللي هو الخلايا المناعية، الخلايا المناعية اللي هي تي اللي هي بتقتل الخلايا السرطانية فبتموت، فلذلك أمام السرطان هو جهاز المناعي. طيب أستاذ، ذكرت نقطة ما فينا ما نوقف عندها يعني كرمال نوضحها أكثر، وبعدين حنروح ل طرق تقوية هذا الجهاز. قلت نحن اليوم ما لازم نكثر من الحمام والشامبوهات، اليوم شو الربط العلاقة يعني؟ هلا نحن بطبيعة الحال الأمراض منين إجت؟ إنه تركنا الطبيعة بالأساس. حكينا مرة منين إجى الإعراب؟ لأنه الناس دخل الأعاجم كثير، صار يخربطوا باللهجة وبالقرآن نفس الشيء بالنسبة لموضوع التجويد. نعم. فدخلوا الأعاجم فخربوا الشغل، فعملوا قواعد اللي بالأساس هي بعد 200 سنة هجرية أو 300. فنحن هلا بسبب الصناعة والثورة الصناعية اللي دخلتنا المعلب والمصنع والمهدرج والمواد الكيميائية في سلفات الصوديوم، هي بتقتل البكتيريا المفيدة. انت بترجع للإنسان الطبيعي اللي كان بالأرض دائما، اللي يعمل احنا بتعرف كان ماسكات دائما مع التراب، عرفت كيف؟ فنحن إذا ما نضل نستعمل الشامبو ومعجون الأسنان ومعجون الحلاقة وانت بتنغري فيها وريحه طيبه، هي عباره عم تقتل البكتيريا المفيده على جسمك وعلى شعرك. الشعر بيفرز مواد دهنيه، لازم تتركيها لانه مشان تعطي قوه للشعر. فاذا كنا بدي انا غسله بصابون ومواد قلويه قتلتها. الجسم في عندك مليار ونص خليه مفيده، بكتيريا مفيده، اذا ما نضل احنا نتحمم بالاوليفه وصابون وشامبو قتلنا. لذلك في الاسبوع طبعا قولا واحدا مره او مرتين اذا بدنا نستعمل المواد القلويه او الشامبو. هالمعلومه جدا مهمه، مهمه جدا، هي العوده للطبيعه. يعني نحن بنحكي دائما العوده للطبيعه، مو بس بالغذاء والعوده للطبيعه، بالرياضه اللي كانوا جدادنا كنا بالاراضي والثمة اللي هي المصنع. كان يعيشوا عمر اطول لفتاس. اطول وما في امراض، كان عندهم ما يعني يموتوا بلا مرض، ما في امراض. تمام، اللي كان بسبب دخول الثوره الصناعيه فصار عندنا امراض كثير، فصرنا ندور على الكوليسترول الموجود، ولا اجدادنا ما يعرفوا شو الكوليسترول. تمام، وما يعرفوا شو هو الجهاز المناعي، ما في داعي تعرفي، انت تكون صحتك طبيعيه، ارجعي للطبيعه، هي خلاصتها يعني. تمام، فالمواد القلويه قوله واحد، كثر الحمام، كثر الليفي اللي على الجلد دائما، فكر حالنا عم تنظف، غلط، لانه لازم بالاسبوع مره واحده بس. طبعا تحب تاخذ اسطفله، هاي انا عم انصحكم فيها. اسمعوا نصيحه الاستاذ اليوم يعني. الطبيعه ثم الطبيعه ثم الطبيعه، هي قاعده ذهبيه يعني. صحيح. استاذ مصطفى، خلينا هيك نركز على نقطه التغذيه اليوم بموضوعنا. كنا بنعرف انه النظام الغذائي بيلعب دور كثير كبير بصحه اجسامنا، ان كان بشكل سلبي او ايجابي. عم نحكي شو هي الاغذيه اليوم اللي بتساهم بشكل كبير لتقوي الجهاز المناعي، وبنفس الوقت شو هي الأغذية اللي ممكن تسبب ضعف بالجهاز. تمام، خلينا نبتدي من محل ما انتهيتي. دائما كما يقول بغراض، الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. هلا حكينا انت رجع للطبيعة، يعني احنا كل شيء ثورة صناعية حديثة. طبعا حكينا على العامل النفسي اللي هو الأول، طبعا بكل شيء هو اللي بيحرك كل الأمراض بشكل عام، وخاصة الجهاز المناعي. اثنين، نوع الغذاء. خليني أبلش أنا بالضار. هلا حكينا كل شيء جديد ضار، كل شيء معلب، كل شيء مصنع، كل شيء مهدرج، كل شيء سكر، كل شيء طحين، كل شيء بالثوره الصناعيه 100 سنه وهيك. صحيح. هذول كلهم ضارات للجهاز المناعي. قولها واحد، انا بستنفذ طاقه الجسم اللي هي بتاخذ فيتامين بي وبتاخذ فيتامين سي والدخان الى اخره، هي خلصنا منهم. اذا حطينا ببالنا احنا نترك الضار وهو الاهم طبعا. والاقلال من السلبيات خير من الاكثار من الايجابيات. صحيح. بعدين بيجينا الغذاء الطبيعي اللي هو الطبيعه. نحن اوميجا 3 اللي هو زيت الزيتون وبالجوز واللوز، الزنك الموجود كمان بالجوز واللوز باللحم الاحمر ولكن بشكل قليل. عندنا الفيتامين سي الموجود بتعرفوا انتم بالحمضيات. عندنا التفاح، التمر اللي هو منجم المعادن. يعني خليك اكلك طبيعي، انت اوريدي ما في داعي تلبكي حالك شو هاي فيها ما فيها، اوريدي رجع للطبيعه وللفواكه. يوميا بدك نص كيلو فواكه ونص كيلو خضره هيك.
يعني حجم اليدين، حجم اليدين هاي فواكه وخضرة نص كيلو بنص كيلو، هي أساسيات تمام. 80% يكون أكلك بزور وحبوب وخضرة وفواكه، هاي أهم شغلة. وترك الدار والعب رياضة ومشي على الطبيعة، مشي حافي تمام. عرض جسمك لما نحكي شوي على الجلد، الجلد اللي هو أساس الصحة كمان، كما يقول الأطباء سابقا أو القديمين، حافظ على جلدك وستملك كل شيء، لأنه هو الدماغ الثالث والرئة الثالثة والكلي الثالثة، تعرف أنت التعرق وما تعرق ودخول التنفس وعن طريق الجلد. وكل ما بي ممكن سبقتها شيء، كل ما بفيد معدتك بفيد جلدك والعكس الصحيح. طيب أستاذ، اليوم كونه نحن عم نحكي عن جهاز مثل ما وصفناه الخط الدفاع الأول للجسم، اليوم وقت بيكون فيه نقص هذا الجهاز أو بيكون في مرض جرثومي داخل الجسم، حيعطينا إنذارات، حيعطينا مؤشرات أنه نحن اليوم بحالة خطر. اليوم شو هي المؤشرات اللي ممكن يعطينا إياها؟ أولا الجلد هو مرآة الجسم، بمعنى أي شيء طلع بجسمي غريب روح للدكتور تمام. فتكون امراض مستعصيه او ظهر امراض جديده ما لنا نسوي، نحن نروح على الدكتور تمام، لحتى يقول لك شو هو مرضك الموجود فيه اللي ظهر على الجلد نتيجه الجهاز المناعي او نتيجه مرض معين. فلازم نحافظ على الجلد وننتبه للجلد، اي بقعه جديده اي شيء ظهر عليه جديد معناتها انت، هي اول مؤشر لانتو هاي. بعدين الضعف، الوهن العام، في تعباني، بروح على الشغل تعباني، نفسيتي تعباني، زي ما معناتها عندك الجهاز المناعي ضعيف تمام. اذا الجلد اولا هو بيعطيك العيون، التعب، الوهن، فدائما تحس حالك تعباني انت، هذا اول مؤشر لعمل انه جهازك المناعي ضعيف. وفي اساليب لتقويه الجهاز المناعي. اهم شيء اليوم الاسباب النفسيه دكتور، حكينا هي اسباب عامه للاسف، يعني كلنا معرضين، كلنا معرضين. يعني اذا بنعمل اليوم فحوصات او كذا او تحاليل بنلاقي انه احنا عندنا ضعف او انخفاض كثير بالفيتامينات بجسمنا تمام. فنحن عمليا نحن لازم مثل ما حكينا نضحك على العقل الباطن، نضحك على جسمنا اللي هو مبسوطين. بالرياضه لا لا ما انا ضد فكره، بس لازم في عندك مثلا انت بدك هلا شو الضغط النفسي؟ كورتيزون، هلا كورتيزون تمام، ضد الكشره الكظريه. طيب انت كيف بدك تعملي؟ تعملي العكس، خلينا نفرز احنا المواد الثانيه المضاده له، هي بالرياضه، المشي حافي تمام، بالتعرض للهواء والشمس، كما يقول بورينج، حصنوا جسمكم بالماء والهواء والشمس، فيتامين د، تعرض للشمس والرياضه وعلى التراب وكل صحي، وانا بكفلكم اياها لاي مرض مو بس المناعه. أكيد يعني بالختام معلومات طبية ونصائح كتير مهمة. كنت معنا المهندس والخبير بالتغذية مصطفى حمدو، أهلا وسهلا فيك نورتنا. الله يسلمك. شكرا أستاذ لحضورك ولكل النصائح اللي ذكرتها. كلمة أخيرة، أنه نحن دائما لأي مرض لأي شيء مشان ما نلبك خان، العودة للطبيعة بالغذاء والعودة للطبيعة للأرض والرياضة، ونحاول بالروحانيات والصلوات والدعاء نكون هيك نحن قاومنا أي شيء ممكن يجينا، كان المناعة أو أي أمراض تانية أو الضغط النفسي. أكيد. وصحة للجميع إن شاء الله، الحياة بالصحة كمان ليس بالوجود. شكرا أستاذ، وبالصحة والسلامة للجميع. اليوم نحن بشوية نصائح هيك قادرين أنه نحن نقوي مناعتنا وهيك نبسط الأمور، يمكن كل ما بسطنا أمور حياتنا قادرين نحن نقوي جهاز مناعتنا، نرجع للطبيعة مثل ما نصحنا الأستاذ. نحن مكملين بفقراتنا الصباحية وحنروح للفقرة التربوية يا هايدي. صحيح يا رشا، كلنا نعرف اليوم أنه الأطفال هنن انعكاس عن عائلتهم وتربيتهم تماما. فاليوم نحن مع بداية دخول الأطفال للمدرسة بنلاحظ أنه في فئة من الأطفال بيتصرفوا سلوكيات عدوانية، إن كان مع رفقاتهم أو مع مدرسين أكيد. فاليوم لازم نحن نعرف نتصرف مع هذا الطفل، كيف لازم يتعامل معهم وكيف لازم نحسن من سلوكه يا رشا. أكيد اليوم في طرق كتير وأساليب كتير، واليوم يعني الأمان الكادر التدريسي والتربوي ضمن المدارس وضمن الروضات عم يبلش مع الطفل بعمر مبكر لتحسين سلوكياته. بنشوف طفل عدواني، بنشوف طفل غاضب، بنشوف طفل عم يصرخ بدون أي سبب. اليوم إذا بنرجع للأسباب، خلونا بالبداية نرجع للبيت لحتى نقدر نحل هي المشكلة. اليوم ضيفتنا الأخصائية التربوية ربا ناصر حتجاوبنا على كل هدول الأسئلة، نحن كيف قادر نتعامل مع الطفل اللي عنده سلوكيات خلينا نقول شوي ما نصح كرمال نعدل مسيرة سلوكه. مرحبا يا ربا. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي أستاذة ربا. يعني موضوع دايما بكل سنة بيكون موجود، بنلاقي هي الفئة من الأطفال اللي عندها سلوك عدواني، سلوك غير لائق بالمدرسة. خبرينا أكثر شو هي أبرز المشاكل السلوكية اللي بنلاحظها عند الأطفال بالمدرسة؟ تماما، نحن هلا بلش العام الدراسي، كل عام وانتم بخير وكل طلابنا ومعلمينا بسوريا اكيد بالف خير.
صراحة المشاكل السلوكية اللي بتواجهنا نحن كأمهات بعدين بتواجه الكادر التدريسي هي موجودة بالأصل، لكن هي ردات فعل لحتى يظهر الطفل قديش أنا عندي حضور، أنا موجود، تمام؟ وبيشوف هو من ردات فعلنا، حسب ردات فعلنا هو بقى بيتصرف معنا، يا بيزيد يا بخفف يا بخفف. هلا اغلب الوقت يعني بتحسي نحن بجيل عم يتسلى فينا صراحه، يعني هو بيعرف الصح من الغلط، انه بموقف ما صار باحد المرات انه انا عم حكي طفل ما على تصرف مو حلو، انه انت برايك هذا السلوك صحيح؟ انه لا ما انه صحيح. طب ليه عملته هيك؟ جا عبالي انه لهي الدرجه لا مبالاه مره هلأ. او تنتين وقت تصرفوا من قبل الاهل، فاليوم عكس هاي القصه او صوره بال اكثر شيء. شو عملتي روبا؟ صراحه بدك تتنفسي كثير وتاخذي هيك نفس طويل وتفكري تتعاملي لك شغله. نحن هلا بمجتمع الطفل هو اللي عم يفرض علينا للاسف السلوك، يعني هو عنده سلوك غير مرغوب، تمام؟ وهو بيعرف انه هذا السلوك غير مرغوب، لكن بنفس الوقت هو بده ردة فعل تناسبه لإله. يعني وطبعا هذا بيختلف من جنس لجنس. البنت اكيد دلوعه كثير وغنوجه كثير وبدها تعمل اللي بدها اياه وبدها تاخذ اللي بدها اياه لانها هي هيك. بس الصبي بيجي عندك حالات عنف، ضرب رفقاته، تنمر لفظي او تنمر سلوكي، او ايضا كذب. يعني عندك حالات كذب مريبه، يعني بتحسسك انت ككبيره. هلا المعلمين يمكن بحسوا فيني هلا انه انا رفيقي ضربني، رفيقه ما ضربه، بس هو برايه انه لازم رفيقه يتعاقب، ليش؟ انه هو احسن، تمام؟ انه انا ما بدي انه هذا يتفضل. ومين بنقه؟ يعني بنقي الطفل يلي بيكون كثير عليه العين وكثير شاطر وكثير متميز، حتى بحديثه مع اهله انه انا الانسه بتحب رفيقي هذا لانه خطه حلو وبيطلع بيكتب على اللوح بيودي له الدفاتر وكذا. فهو تاني يوم بيكون تصرف سلوك مع هذا رفيقه ما بيعجب حدا، بسبب التمييز كمان اليوم، انه اليوم حقه كمان على الكادر شوي، انه انت عندك فروق فرديه بالذكاء. معلي انا بروح لعند الشخص يلي عنده اقل ادنى وبنمي له تمام ذكاءاته وشغلات مشان يصير ثقته بنفسه اليوم كرمال ما يلجأ. قديش انا عززت، قديش كنت معه نبيله، قديش كانت تصرفاتي لطيفه، قديش كانت ردات فعلي غير متوقعه. هلا الطفل بس يعمل اي سلوك غير مرغوب هو بيتوقع دائما رده فعل عاليه، يعني ممكن يكون صخب من الاهل، سخط، غضب، صراخ، يمكن يتعدى للضرب. وانا كثير 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 باكد على موضوع انه انتم اي موضوع بالعالم بتحلوه بعده عن الضرب، بعده عن العقاب البدني، لانه هذا مو حل. انتم عم تفاقموا المشكله، هون صار عندنا اكبر من هيك. يعني يمكن انا طفلي يتصرف تصرف مو لانه هو بيعرف انه هي مشكله سلوكيه، هو ما بيعرف انه هذا السلوك اللي قمت فيه انه هذا مشكله، تمام؟ هو قام بشيء يمكن تأثر فيه من البيئة اللي موجودة فيه، أو يمكن أبوه مثلا كان ضايق خلقه فصرخ أو عيط، أو مثلا مسك الريموت كنترول عمله هيك، فهو تاني يوم بالصف عمل نفسه، تمام؟ هو عمليا كتير انعكاس لصورة الأهل، بيقلد. نحن دائما أولادنا بيقلدونا، يعني بتشوفي ردات فعلنا دائما بتظهر على تصرف دائما ربا دائما أكيد شو إنه دائما أنا بشوف ابني صورة عن زوجي دائما. كمان بنفس الوقت أنا بحاول أكون الشخصية اللي ممكن تأثر إيجابا، كتير بتصرف تصرفات أو بحكي بطريقة بصير ابني يقلدني فيها. ليه؟ لأنه هو خبر ببيئته هاي الشغلات، تمام؟ أنت شوفي بمرحلة ما بنوتك الله يخلي لك اياها، بمرحله ما حتى بتاخذ كل الضيوف اليوم لبنوتي يعني انا بشوفها وقت شفتها يخزي العين، قلت رشا صغيره، نفس ردات الفعل، نظره العيون، الابتسامه. ليه؟ هن صوره عننا، الطفل صوره عن الواقع اللي بيعيشه، صوره عن بيئته، تمام؟ فقد ايه نحن فينا نكون قدوه حسنه، قد ايه فينا نحسن بتصرفاتنا وردات فعلنا، طفلنا بيكون ايجابي ومشاكله السلوكيه بتصفر يعني.
بس يمكن دائما نقول انه في تشابه، ولكن يمكن كمان بيكون في فروقات بين الاخوه. يعني بتلاقي اخ بيتصرف بشكل عدواني، بنفس الوقت الاخ الثاني لا، بتلاقيه بالمدرسه كثير مهذب، كثير ضايق مع رفقاته، يعني فينا نقول اساتذه بيشهدوا فيه. شو السبب هون الفروقات الفرديه؟ اذا قلنا نحن اليوم انه الاطفال هنا انعكاس عن الاهل، طب ليش عم نشوف هاي الفروقات الفرديه بين الاخوه؟ رح اقول لك شغله. نحن اول ما بيجينا اول ولد بنحط كل شغلاتنا فيه، كل الاهتمام. يعني انا وقت بروح على المدرسه بدي اسال عن ابني، بيقولوا لي هو اخو ولا اللهم صل على النبي يغز العين، هي واو انه اكيد هو مو هيك، مع انه نفس التربيه اللي استخدمتها مع الاول استخدمتها مع الثاني. بس الفكره بس تعدد طبعا نحن الطفل الكبير هاي لا مجال حطينا فيه كل يعني شغلات خاصه الطاقه. الاصغر بشوي صار يتغنج، هداك كبر. الاصغر شوي انت صرتي تغنجي تعطيه محبه اكثر، ممكن تسهي عنه باشياء. مثلا يجي الاكبر بيعرف انه التصرف هذا كسر لهي، ماما شوفي اخي شو عمل كسر هاي، انه بدك تطلع. ايه طبعا اكيد، لانه الطفل الاول دائما خديها قاعده، إن كان عن جد ربي بطريقة لفظية، يعني أنت دائما عم تعتمدي معه على الحوار، دائما عم تعتمدي معه على أني أنا رفيقتك وأنت رفيقي ومنروح سوا ومنجي سوا ومنحل مشاكلنا بالنقاش، نحن هادئين قدر الإمكان. أنت ما كان عندك غيره فأولريدي، ما كان عندك ضجة، ما كان عندك توتر، ما كان عندك كان كل وقت لإله يعني. إيه وكنت مرتاحة ريلاكس. فحتى المسافة بين الأخوة كتير بتلعب دور بالسلوكيات. يعني بتلاحظي أنا بين الولدين الأولانين في 4 سنين، فالطفل الثاني نحن كتير غنجنا لأنه كان صغير والأكبر منه كبر خلص يعني. فأنتي بيبي تمام، أنتي البيبي وحلو وكربوج وهيك، وتغنج من هون ومن هون، وكان في تعدد سلطات. يعني كان في عنا التيتا والجدو، ممنوع أنا أحكي معه ولا أي حرف شو ما عمل. يعني إذا بالشتوية فتح الصوبيا أنا محممته، حط إيده بالصوبيا عادي. طفل عم يستكشف، أكيد عم يستكشف، بس لازم أقل شيء أنا أعمل إيماء بوشي إنه لا وعي، إنه كتير وسخ، إنه شحار. يعني عرفت إنه الفكرة تعدد السلطات، صار بيعرف إنه في حدا عم يدافع عنه، تيتا جدو. بيجي عمه كذلك الأمر، أخده هيك بتشوفيه طاير بالسماء وهيك وأكلاته الهيفة، بيعرف انه ما فيني عم احكي. فصار عنده ارتخاء، صار عنده انه ممكن انا اعمل اي سلوك اي سلوك في حدا اولريدي عامل لي خط دفاع، يعني ما في داعي هو يعمل خطوط. فهون السلوكيات اللي اتبعتها مع اول شخص وكنت لحالي انا، ما كان في بيت احمى، ما كان في عمه يعني نشوفهم بالمناسبات اكيد. اجى الشخص الثاني، يعني الولد الثاني هو نساكي كل شيء عملتي، وانت بتوصلي على موقع ما انه انا بصير عندي مسؤوليات زياده. صحيح. انا ابني فات على المدرسه، انا صار بدي اسس، صار بدي اعلم. ظروف الحياه، قديش الام العامله بتعاني، نحن كل يوم بدنا نروح من الصبح، يعني انت ابنك بدها تحطيه بالروضه او بالمربي او بده يروح على المدرسه بعد ما بيكبر. هون مشكله ربما اليوم صار في اكثر من شخص عم بيربي هذا الطفل، اللي كان الام، اللي كان الاب، اللي كان بالحضانه، بالمدرسه، العائله، بيت الجد، هدول. صحيح. يعني فاليوم بتاسس الام لشيء هي حاببته بطفلها، ممكن شخص يجي يعني ينزع كل شيء او يفسد كل شيء ساويته الام يعني. بس اليوم هون، هل اليوم نحن مطلوب منا انه نحن نخجل انه انا ابني بدي اياه هيك؟ يعني انا مو كرمال انه حدا بخص العائله ينزع لي مثلا سلوكياته. قد ايه الام اليوم لازم تكون يعني دقيقه بهي النقطه؟ لك هلا رح اقول لك شغله. نحن بمجتمعاتنا عم نعتمد كلياتنا على التنظير، كله بينظر على تربايه كله، وكانه وكله بس يقعد يحكي انه انا اولادي بروفيشنال وانا ما في وانا ما بنقص عنهم شيء. وانا يا حبيبتي رح أقول لك شغلة، نحن كأمهات بنتمنى ما حدا يتدخل بأولادنا، بس نحن احتراماً لكبار السن واحتراماً إنه الولد مثل ما بيقول لك ما أغلى من الولد إلا ولد الولد. أنا وقت تجي أنا حماتي عاطفية جداً، ما فيني أمك بجوز تكون هي الله يرحمها. الفكرة إنه اللي بيحبك عن جد بيربي معك قولاً واحداً، وإنت وقت تشوفي أي سلوك مو منيح من أي حدا وسبب هذا الشيء دلال زائد لابنك، عمل له تصرف، اي سلوك طلع من ابنك خاطئ وحدا قال لك اتركيه،
انت قولي لهذا اللي قال تركي ما بدها خجل، صراحه ما بدها خجل رجاء الا الشيء الغلط. انا فيني المحبه اكيد بتمنى كل العالم تحب اولادي، واكيد اي حدا بالعالم مين ما بيحب الطفل. صحيح، بس يعني اليوم هدول السلوكيات اللي عم السلوكيات يتعلمون اكيد عم يفرقون بالبيت مع الام، واليوم الام هون يعني هي اللي عم تتحمل هي النتيجه. هي الفكره، فانا دائما بعمل ستوب لاي حدا بده يتدخل بتربيتي. لو سمحتي ماما انا واحد اثنين ثلاثه ماشي عليه، حتى دائما بتليفوناتي وقت بحكي معهم نحن رايحين لعندكم طلعوا فرضا يعني احمد اذا بيقيم الفازه بيكسرها مو بتقولي له فداك تمام في سريع راسه ماما انا بتمنى انك تساعديني بهي القصه. اذا رايحه على بيت اخي، اخي ما عليه مو هلا تروح تجيب لي اكلات طيبه كثير، انا عاملت لهم توازن بالاكلات الحلويات اي شيء، عامله برنامج عم نمشي عليه لانه كمان بيهمني انا المحبه ما تقتل لي ابني، ما تنهي لي هذا الطفل اللي معتمد ببيته. مثلا انت عندك نظام غذائي معين، انت عم تتبعيه مع ابنك لحتى يتعلم انه مو كل شيء متاح، هذا النظام الغذائي بينتزع بس تروحي لعند اخوك او اختك، معلي خليهم اختي والله انه حرام خليهم يشتروا، كل شوي بتروحوا تشتروا تعول لكم شو باب المحبه. ايه؟ ولكن هي نتيجه جدا سلبيه جدا لانه خاصه بالوضع الاقتصادي هلا صير الطفل متعود على طول هات هات ايه يعني بده الخمسات، عرفتي انه هي اللون الرمادي فضي ايه، فانه رفيقي هيك بيجيب، عرفتي قديش نحن لازم ننمي عند طبعا اولادنا فكره ما تفكروا انه كل شيء مثل الفانوس السحري اللي بدكم اياه بيصير، وقديش انا لازم اعمل طفلي مستقل بنفس الوقت بضمن الاستقلاليه قاب قوسين انه انت تتحمل المسؤوليه معي. يعني انا يمكن بعد 20 الشهر ما عندي غير المبالغ يلي انا قايمتها، يمكن فاتوره النت كذا، بدي اجيب لحمه، بدي اجيب فواكه، بدي اجيب يعني نحن كل يوم عندنا لانش بوكس هلا كل يوم مصاريف. طيب ما عليه هي اللانش بوكس فيها فواكه، فيها قطعتين حلو، فيها الساندويش، هي بتكفي. قديش انا بدي اعلمه الاقتصاد لابني تمام، يعني هي كمان مشكله سلوكيه انه انا اتاثر بالوسط المحيط فيه بالمدرسه واجي الا لامي والله انا بدي مثل رفيقي ما اتمثل بالاخر. انا ما معي موزي. هي الفكره كمان انا بدي احكي عبر منبركم انه نحن دائما بالمدرسة شو ما كانت حتى لو كانت خاصة أو عامة مو كل شيء عندك بالمطبخ عزيزتي الأم تحطيه باللانش بوكس. كلياتنا فينا نحط باللانش بوكس هيك عسل وجوز وهيك فينا، مو الكل فيه حرام لازم يعني بشكل عام احنا نفرض جدلا، لكن أنا بدي راعي إنه في أطفال تماما دخلهم محدود جدا أهلهم أو فاقدين أحد أسرهم يعني من الأسرة، أو هني مو عايشين أصلا عند أهاليهم، يمكن في انفصال، يمكن كل شيء محسوب عليهم، في قصص كتير بالحياة لازم تعلم الطفل الإحساس بالآخر. يعني هي كمان مسؤولية، يعني بتجيكي إحداهن بتقلي أنسي ممكن نسمي لها هذا تعاطف أو شفقة؟ لا يا حبيبتي هي مو تعاطف أو شفقة، هي إنسانية، هي بتصير أنت كسلوكيات وكمان إن كألفاظ أنت بتعتمديها مع ابنك حرام تمام. تقولي يا حرام مو يا حرام ماما، في عندهم مثلا أزمة مالية هلا، أو يمكن هدول الأطفال ما عندهم قدرة مالية لقدام إن شاء الله بيصيروا قديش أنا لازم أدخل هي الشغلة. أستاذة ربا خلينا نركز على السلوك العدواني، قد اليوم ما بتلاقي نسبة من الأهالي ما بيعرفوا إنه طفلهم عنده سلوكيات غير مناسبة غير لما ياخذ الطفل الجلاء بنهاية المدرسة، بتلاقي هي الملاحظات اللي كل الطلاب بيخافوا منها، ولكن ما بيفضوا يمكن الأهالي يسألوا عن أطفالهم خلال فترة الدراسة خلال المرحلة الدراسية، فخلينا نوضح قد مهم الأهالي يعطوا من وقتهم يسألوا عن أطفالهم بالمدرسة، كيف عم يكون سلوكهم، كيف عم يتعاملوا مع الطلاب، مع أقرانهم، مع الأساتذة، قد مهمة هي النقطة. رح أقول لك شغلة فظيعة منيح، إنه ما في إدارة مدرسة ولا مرشدين نفسيين إلا وبيأكدوا دائما وبيدعوا الأهل، يعني أي مشكلة مهما كانت بسيطة صار عم يستدعوا الأهل على المدرسة، أحيانا بتكون شجار عادي، بس طيب أنا كأم قبل ما يستدعوني على المدرسة ما أنا عم شوف ابني كمان ما بيجوا ممكن يطمشوا الإنذار عادي، هدول ما نون مسؤولين يعني تمام. هدول انه هدول بس عاملين اسره هيك منظر انه نحن تزوجنا، هدول هن انعكاس الطفل يعني عمليا انا وقت بده يكونوا الاهل هيك معناتها شو ما طلع من الطفل كتر خيره والله، يمكن هو عم يربي حاله بحاله. لا الفكره
قديش بده يكون في تعاون بين الأهل والمدرسة. ما في حدا ما كان عنده مشاكل سلوكية، مو بالضرورة نسميها مشكلة، لأنه المشكلة هي بدها حل، تمام؟ يمكن هي نزعة عرضية. نزعة أو حالة عرضية طارئة، نعم تمام، يمكن تكون ردة فعل أو غضب، أو فأنا تصرفت بطريقة سلوكية خاطئة، تمام، يمكن ما اعتمدوا سلوك على طول. أنا كيف بدي اتعاون مع المدرسة دائما؟ أنا كأم إجباري بدي روح بين الفينة والأخرى أسأل عن ابني وعن سلوكه إذا ما تم استدعائي بسبب أي مشكلة كانت، وإذا تم استدعائي بسبب أي مشكلة كانت أكيد أنا بدي يكون جدا متفاهمة مع ابني على نقاط ما، وما بدي عالج أي مشكلة بالعالم بالعقاب، خصوصا العقاب البدني. أنا بهمني استخدم بدائل العقاب اللي هي الحوار، اللي هي أني أنا أبدا ما أكون غضوبة بردات فعلي، قديش أنا بدي أكون طيبة وسلسة وفهمه سلوكه شو عمل عند الشخص الثاني، سواء كان ضرب أو شيء بذيء. هلأ كتير بتشوف لفظي، يعني تعني في لفظي، خلينا نقول ما بصير ابدا اني انا جمل له اي شيء، خليني دائما اتصرف معه كانه كبير لحتى يتعلم مسؤوليه، وحسسه بالطرف الاخر، حط حالك مكان الشخص اللي انت عملت له هيك. دائما التواصل مع المرشدين النفسيين كتير مهم، بتلاقي بكل مدرسه ما يقارب 3-4 مرشدين نفسيين صدقا بيقوموا بواجبهم على اتم وجه، ودائما انا بتشكرهم طبعا قبل منبركم. نحن نحظى بأكاديميين ضمن مدارسنا ترفع لهم القبعة، فقديش مهم أنه الأم تكون يقظة تنتبه على تصرفات ابنها ردات فعله بالبيت، وبنفس الوقت تسأل دائما وما توفر جهد أنها تروح على المدرسة حتى بوقت بيكون في اجتماع أولياء الأمور، دائما تروح وتناقش وتشوف حتى وتسأل اليوم كل المدرسين. روبا يعني اختصرت هاي حتى هاي القصة، يعني خلينا نقول اختصرت، صارت اليوم الأنسة المسؤولة عن هدول الطلاب تعمل مجموعة جروب على الواتساب، وانت حضرتك اكيد عملتها، يعني أكيد. هي يومية كل ام بتبعت اذا بدها شيء، المس بتبعت ملاحظات، هذا التواصل جدا مهم لنحن نقدر نعرف طفلنا كيف عم يقضي نهاره بالمدرسة. نصائح عامة لإدارة السلوكيات، وانت قلتي بعدوا عن التعنيف، مع انه في بعض الاطفال وبعض الامهات بتقلك انا ابني اذا ما ضربته ما بيهدى، يعني هي مو تربية صراحة، هي مو تربية. أنا وقت بدي عنف ابني أنا إذا ضربته فهو عمليا لأنه ضربته وقف السلوك، بس هو بغيابي يا ترى رح يوقفه؟ أنا بنصح كل الأمهات يعتمدوا التربية الحديثة. التربية الحديثة كتير إلى مزايا حلوة، يعني قديش حلو أنت دائما تتناقشي مع ابنك وتستوعبي أنه هو ممكن يغلط، وأنت قلي له أنه أنا ماما غلطت وقت كنت صغيرة، لو ما غلطت ما تعلمت الصح. قديش بيهمني أنا ما جمل له السلوك السيء أو أني دافع عنه، شو ما كان في شكوى على ابني. أنا بلاحظ أنه في أمهات بدافعوا عن أولاد، لا مستحيل ابني يعملك، لو أنت ابني. شو ما تحكي معقولي؟ لا أنت مخربط، أنت مخربط إيه، أو ممكن تعمل مشكلة أنه المهم أنه ابنه طب تمام. لا 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 ما بدافع عن بعترف. ابني أنا بعترف أمامنا أمام الكل، أنا بعترف أني أنا بعاني يعني من القصة. أنا دائما بس انزوي مع ابني حتى بقعدة بعض الظهر، يعني هيك وقاعدين على رواق ونشرب فنجان شاي، بقعد أنا بعطي نصائح، بزدي نصائح، ودائما خلونا بوقت العطلة ناخدهم بريك من الضغط. أطفالنا مضغوطين، مضغوطين لأنه هنين بحاجة لإلنا بكل مراحل الحياة، صحيح. ونحن مضغوطين لأنه نحن بعاد عنهم، وبس نشوفهم منكون كتير تعبانين، فما يعني ما عم يكون في هذا القلق تبع اللقاء، يعني يمكن ضمة بسيطة، بوسة ويلا ماما خلص، يعني عم أعطي دائما أوامر، معلش كونوا قريبين قدر الإمكان، لا تعطوا أوامر، علموا طفلكم المحبة، طفلكم المحبة بالبيت أخذ احتضان، أخذ محبة برا رح يعبر عن هذا الشيء صراحة. وأنا بعقب على موضوع مع مجموعة الواتس، إنه مهما كان الطفل عامل ما تخبروا الأم على مجموعة الواتس قدام الأمهات، صحيح، يعني كتير راعوا مشاعر الأمهات، لأنه ما حدا بيعرف قديش نحن عم نعاني. أنا كمعلمة براعي شعور الأم، لأنه الأم بالنهاية حدا مقدس اليوم له. الأم أو مجموعة الأمهات يحترموا تعب والكادر التدريسي، يعني للأمانة اليوم يعني في كتير نقاط سلبية من الأمهات، يعني بعد كل هذا المجهود اليوم انتوا اللي عم تاسسوا، يعني انتوا اللي عم تكونوا شركاء تربيه وتعليم، يعني ف بدها القصه وعي تماما، يعني انا اليوم اي شيء بصير مع بنتي بتقلي المس عملت كذا، لانه انت لو ما غلطتي هي ما عملت هيك، يعني اوكي مو بروق. في ناس بتروح على المدرسه بدها تقاتل وبدها الفكره بالوعي، قديش انا معلش لو بوقف مكان هذا المعلم
خمس دقائق يمكن بيصير معكم جنان. فيك يعني توقع هو إنسان يعني كاد المعلم أن يكون رسولا. فنتمنى منهم عبر المملكون عن جد أنه بس يراعوا أنه نحن أمهات بالحياة، وأكيد ما بنتمنى نسيء لأي طفل، وبنفس الوقت نحن ما بنتمنى نسيء لأي أم. يعني أنا قدر الإمكان بكون بالي طويل، قدر الإمكان أنا يعني بعطي أعذار للأم، يعني صراحة أنا بخليها تحكي اللي بدها إياه وبتعامل بعدين مع ليكي. هلا هي علاقة متبادلة، قديش أنت كنتي محترمة مهما كان اللي قدامك شخص ما عنده خوض بالحياة ولا بتجاربه ولا بطرق التعامل، بصير بيخجل وقت تكوني أنت بالنهاية. يمكن هي عملية متكاملة اليوم إن كان بين الأهالي أو المدرسة. مشكورة جهودكم أستاذة ربا وجهود كل الأساتذة اليوم يلي عم يدعموا هدول الطلاب ويساهموا لحتى يطلع جيل ناشئ ومتعلم بشكل كتير تمام. بنشكرك أنت معنا الاختصاصية التربوية ربا ناصر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك أستاذة ربا، يعطيكم ألف عافية، قلوبنا معكم وشكرا عن جد، شكرا للقلب. اليوم نحن يعني اعتمادنا الأكبر عليكم، لأنه نحن اليوم يعني القسم الأكبر عنده ضغوط حياة وعمل وشغل، فعم يكون القسم الأكبر من الوقت هو معكم. يعني شكرا من خلالك لكل الكادر التدريسي. شكرا لحضرتك. نحن مكملين هايدي بفقراتنا، وقبل ما نروح لنستقبل آخر ضيفنا لليوم خلونا نطلع على فاصل وراجعين. سلام معكم مشاهدينا لختام مشوارنا الصباحي وفقرتنا الأخيرة. رح نحكي عن طب التجميل يلي هو دايما بتطور واستمرار على طول، واليوم في عنا تقنيات عديدة موجودة لعلاج البشرة وجمال البشر. كلنا بنعرف قد هي حساسة وبحاجة لعناية واهتمام كتير كبير إن كان من الشباب أو الصبايا. اليوم عنا تقنيات عديدة رشا، إن كانت بالإبر أو تقنية الدرما بين، نسمع عنهم كتير ولكن في كتير تفاصيل. جربتيها؟ لا أنت مجربتي ولا ما. خلينا نجرب عليها. اليوم بيقولوا إنه هاي التقنية جدا مفيدة للوجه، وهي يعني عن طريق وخذ إبر جدا دقيقة. طيب هذا الجهاز شو هو؟ كيف بيتم آلية عمله؟ شو هي نتائجه على البشرة؟ وإيمت ممكن تظهر؟ هل اليوم في أشخاص هنن ممنوعين من استخدام هذا الجهاز؟ هل في سلبيات؟ هل ممكن بعد؟ هل هو دائم؟ هدول المعلومات وغيرهم حتخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم، وهي خبيرة العناية بالبشرة والجلد ميرفت موسى. سعد صباحك يا ميرفت. صباحكم يا سوال أسرع الحلو. الله يسلمك. طاقة حلوة حبيبتي. سلامتك. الله يسلمك يا رب. مقربة شوي. سلام. تغيير فصول. هاي اختصاصك جلدياً. أهلا وسهلا فيك يا ميرفت. نركز اليوم على تقنية الديرما بين. يمكن في كتير صبايا بتلجأ لهي التقنية ولكن ما بتعرف إنه هي ممكن تناسب بشرتها أو تناسب الحالة اللي هي عم تمر فيها. خلينا نخبر المشاهدين بداية شو هي تقنية الديرما بين بين الإيجابيات والسلبيات. تمام. هلا رح نحكي شو هو الديرما بين. كتار منا اليوم ما بيعرف شو هو الديرما بين. أنا بالنسبة إلي كشخص كخبيرة بشرة، أنا بعتبر الديرما بين أفضل شيء اليوم نزل بعالم التجميل. حلو. بحبه كتير، هو آلة سحرية للزمن عن جد، آلة سحرية بعتبرها للبشرة. هو كتير بيجدد خلايا البشرة، بيجدد الكولاجين، بيجدد الإلاستين بالبشرة، بيعمل على كتير يعني كل مشاكل البشرة بتنحل بهالآلة. طبعا هالآلة الديرما بين هي عبارة عن قلم بينحط فيها رؤوس نيدل، سنون ناعمة. وخز؟ لا وخز بس هو يعمل تخريش بسيط. لا محتمل جدا يعني، بس كمفعول بعدين عن جد بتحسي انه شو ما توجعتي عادي، المهم تحملنا الوجع على الشيء الحلو اللي بده يطلع فيها بعده. ما هو اللي بده يتجمل بده يتحمل خلينا نركز على آلية هذا العمل. قلتي هو عبارة عن ألم، بيتم وضع مادة داخل هذا الألم وبيتم ضخها داخل الجلد. هو عبارة عن ألم بنحط معه رؤوس نيدل، رؤوس ناعمة، سنون ناعمة. شو بيكون المادة اللي بقلبها؟ مادة الميزوسيرابي حصرا، سيرومات طبية حصرا، يعني ما بينحط أي شيء من الصيدلية تجيبيها تحطيها معه. ما بيصير اليوم أي حدا جاب هالألم هالديرما بين والمادة وحط على بشرته، لا. هي رؤوس معينة بدك تحطيها على المواد. طبعا كل صبية إلى رأس بينشال وبينحط بداله بيتبدل. نعم. بعمق معين على كل الوجه؟ على كل البشرة طبعا، ما بنترك ولا سنتي بالبشرة. تحت العيون فوق العيون؟ ولا بس ده. كل شيء له عمق معين، له سنتي معين، له مسافة يعني كمية المرور اللي نمر عليه بالجلد. يعني لازم يكون تحت العين طبطبة هون بشكل دائري، على الأنف بده يكون بطولي، يعني كل شيء معين. يعني بده دقة اليوم طبعا، ما بيصير أي حدا أي حدا يشتغل فيها اليوم.
يعني عم نحكي عن هي التقنية، خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الموضوع. نحن كم جلسة بدنا لحتى ناخذ نتيجة، والجلسة الوحدة قد بتاخذ وقت معك اليوم لحتى تكون تمام؟ هلا الجلسة الوحدة، الجلسة الوحدة بتاخذ خلال احنا عم نشتغلها تقريبا 3 ساعة لنص ساعة. طبعا انا ايه بتاخذ وقت، لانه انا ما بعمل، انا عن نفسي ما بعمل جلسة الدير ما بين بدون تنظيف عميق. يعني بدي اول شيء الصبية بده يكون حاطة فونديشن او جاي عرقانة بالشارع او شوب او اي الامور، بدك تنظفي لها بشرة عميق جدا، تجهزي البشره، بعدين تدخلي مواد الميزوثيرابي مع الديرما بين. ما في اختبار حساسيه او شيء بركي البشره اليوم تتحسس او ما بتناسب هيك؟ هلا لا لا، هو ما بيناسب كل انواع البشره، يعني 1% لا يمكن يصيبه حساسيه، واذا صابه حساسيه بنتدارك الوضع طبعا. فورا. طيب قلنا اليوم نحن تجديد البشره، زياده افراز الكولاجين على الوجه، شو كمان اليوم ممكن هذا الجهاز يفيدني انا اليوم حدا في، وخاصه اليوم الصبايا عم يهتموا بهي القصص كثير؟ كل شيء مشاكل بخصوص الجلد والجسم والشعر بيفيدوا الديرما بين، مثل يعني تصبغات، تصبغات، ندب، حب شباب، تشققات للجسم، للشعر، تقوية الشعر مع الميزو. وخز بالشعر كمان؟ لا هو مو وخز، هو رح يكون تمرير، يعني خدوش ناعمة وبدنا ندخل فيه مواد الميزوثيرابي. بيزيد كثافة الشعر طبعا أصدق. بيزيد كثافة الشعر وبيعطي امتلاء لمعان، بيعطي كثافة، حرك الدورة الدموية طبعا داخل في الرئة الرأسي، بيساعد على تحفيز الكولاجين اللي هو الكولاجين اللي بيعطي رطوبة للجلد، حلو، ومرونة. الإلاستين اللي بيعطي كمان شد للبشرة كتير حلو، بيساعد على إزالة التصبغات، الحروق الشمس. يعني هلأ اليوم إحنا طالعين من فصل صيف للشتاء، فضروري هلأ، هلأ بلشنا إحنا بالشهر العاشر الدير ما بين، بلشنا هلأ بالمركز بشغل الدير ما بين وكتير منيح. بلش شغلكم هلأ، بلش كل عالم محروق اليوم اليوم كله محروق من المسابح والصيف. صح. يعني كتير حلو إنه اليوم مو بس للبشرة، لا هي ممكن كمان تساهم بحماية الشعر اليوم من خلال هي التقنية، الشعر للجسم، للمناطق الحساسة، لكل شيء بيفيد الديرما. تمام، خلينا يمكن نسمع كتير بيقولوا إنه ممكن تسبب هي التقنية حبوب أو بثور بالوجه، أو ممكن يكون في إلى أضرار، لأنه بالنهاية أكيد أي اليوم شيء طبي ممكن يكون فيه سلبي أو إيجابي. طبعا. شو هي الأضرار يلي ممكن تسببها هي التقنية؟ هلا أول شيء إحنا الديرما بين ما بيصير أي حدا نروح لعنده تشتغلوا فيه، يعني يفضل ايد طبيب مختص اختصاص. او اي طبعا او ايد خبير بالديرما بين، لانه الديرما بين اليوم مو لاي بشره، في بشرات للحبوب الملتهبه ما بيفيدها ابدا، لحب الشباب ممنوع الاقتراب لانه اذا قربنا خربنا البشره كثير وعملنا خدوش يعني كارثيه بالبشره. فيفضل انه احنا اليوم كل حدا بده يشتغل يكون رايح لعند حدا بيعرف يشتغل، مو اي حدا، يكون خبير بالقصة يعني. اي خبير، لانه مو عدد مرات التمرير الدير ما بين، خاصة اليوم عم نحكي عن الجلد يعني عن المظهر الخارجي. ايه يعني وعدد تمرير الدير ما بين، انا عم شوف ناس عم يمرقوا الدير ما بين صبايا كثير، هو غلط. التمرير الدير ما بين يفضل، يعني بدي احكي على تحت العين، ماني بدي احكي على كل شيء من اسرار شغلي، تحت العين طبطبه 4 مرات فقط، يعني 4 مرات تطبطب فقط. في ناس عم يروحوا وراجع بالجلسة الوحدة، في ناس بشو يعني انا شفت فيديوهات رايحين راجعين، يعني ما بيصير هذا غلط، هذا بيعمل تجاعيد، بيخرب اكثر ما هو يعني بخفف تجاعيد من هو بخفف بس اذا كان شغل صح. طيب اليوم في اوقات نحن اليوم بنبتعد فيها عن اي مواد ممكن نحطها على وجهنا، وهو فتره الصيف بيقولوا لك بعدي عن اي مواد ممكن تعمل لك حرق بالبشره، ممكن تعمل تقشير، ابدا ما تدخلي بهذا المود. نروح للخريف، بنبلش من هون او بنبلش باول هيك شتاء الافضل آلية الدير ما بين؟ هلا انا بفضلها هلا، يعني الشهر العاشر بلشنا فيها، بلشنا المواعيد وبلش الشغل، كما قلتي شغلنا بلش هلا الله يرزقك حبيبتي. فهلا هو بلش، يعني هلا لازم، لانه كمان الجو بروده، يعني بتقعدي 3 ايام بالبيت يفضل بعد الدير ما بين 3 ايام، اذا اضطريتي للضروره تطلعي بواقي شمسي حسرا، ما بيصير تطلعي. وطبعا احنا بدنا نوصف بعدها مضاد جرثومي، بدنا نوصف هاي توصيات طبعا، مرممات، لانه اذا ما عملتي هاي القصص انت اشتغلتي عندي بس بعدين خربتي بالبيت. تمام، في تقنيات تانية تجميليه ممكن تساهم اليوم بجمال البشره بعيدا عن التجاعيد او التصبغات اللي ممكن تصير بما انه داخلين هلا على فصل الخريف؟ خبرينا اكثر شو في هيك تقنيات ممكن نتبعها كمان. هلا في تقنيات، في جهاز الفراكشنال هلا فتنا بالشتويه كثير كثير ممتاز، كثير ممتاز. مؤلم هذا الجهاز؟ مؤلم لا، هلا لك لازم يكون بايد طبيب، هي يعني للاسف نحن اليوم عندي هاي المشكله يعني. ايوه طبيب مختص بهذا الجهاز، لانه عم يروح اليوم لعند اي حدا
اي حدا اخصائي عم يشتغل فيه للامانه. يعني الاخصائي عم يجيب حدا يدربه يومين ثلاثه وعم هو غلط، لازم يكون طبيب خاص لهيك يعني. جهاز يعني انا ما بشتغله او اي خريج انا ما بشتغله اي لا انا هذا الجهاز بيعمل حروق كثير يعني. عندي بالمركز في مين يشتغل، اما انا اشتغله بنفسي لا، لانه بده دورات، بده تعليم تماما، لانه كثير بيجوا لعندي عامل لهم حروق يعني، رايحين على مراكز عملت لهم حروق تشوهات بأثره. طيب اليوم مرفت في بشرة عنيدة يعني هي اليوم هي. ما بتستجيب لجلسة أو تنتين أو ثلاثة، اليوم كيف بيتم التعامل معها يعني خاصة بحروق البحر والشمس يعني هذول بجوز بطبقات يعني داخلية ما لا داخل ظاهرية. صح، طبقات الأدم العميقة. هاي البشرات بدها جلسات يعني، ما بنكتفي احنا بجلسة واحدة يعني، بدنا نعتبر هيك بدك تبلشي لا انت اقل شيء 6 جلسات. 6 جلسات يعني كفيلة انه لاصلاح هيك بشرة. في طبقات، في تصبغ قديم عميق يعني هذا اساسا بيكون من الوراثة او من الهرمونات، هذا كمان بده كتير جلسات، بده ممكن 12 جلسة وكل بيفارق كل 15 يوم جلسة. تمام. اليوم نسمع كثير يمكن ونشوف على مواقع التواصل الاجتماعي بيقول لك في ابر تنعطى للسيدات كبار بالعمر بترجعهم بالعمر 20 سنه لورا. هل هذا الشيء اليوم عن جد موجود عندنا؟ عم نشوفه كثير على الانستا وانا امبارح لفتت نظري. ما بدنا نذكر لا اسم الطبيب ولا اسم الابره، فهو طبقها شفتيها تماما، صرت شايفه اكثر من فيديو بصراحه. هل هذا الشيء موجود عندنا اليوم؟ هلا احنا اليوم عن جد عالم التجميل بيعتمد على التسويق. تسويق كثير والله للأمانة، أنا ما شفت بعيني هذا الشيء، بس ما بعرف مراكز تانية صار هذا الشيء عند الله أعلم. أنا كمركزي ما صار، ما رجعت بالعمر يعني، بترجع يعني مو بترجع، بشرتها بتصير أحلى كثير تماما، نضارة أكثر. أي أما ترجع 10 سنين شو هي مسحة رسول يعني ما صارت. لا لا أنا لفتت نظري يعني على موقع التواصل الاجتماعي وكان في تعليقات كثير أنه في أوفر بالقصة. صحيح. يعني أو بدنا رقم الدكتور أو شيء. هلا أنا ما باخذ رقمه لأنه مبين القصة كثير فيها أوفر يعني، ما نصح يعني يعني ممكن يشد شوي، ممكن يشد يعطي نضارة، تعطي نضارة شوي بس إنه ترجع بيبي بس ترجع هاي لا لا يعني هاي بدها خيوط وبدها شغلات أكبر مع إنه عمليات تجميل، بدك تفوتي بالعمليات التجميلية أكثر. طيب مرفت خلينا هيك نرجع نركز على هدول الأبار والتقنية الجميلة، اليوم شو اللي ممكن يساعد الصبي اللي راح تعملت هذا الإجراء؟ يعني هل اليوم تنصحيها غير إنه ترتاح 3 أيام تحط الواقيات، اليوم في شيء معين مفروض تضل تشتغل عليه كرمال تحافظ على النتيجة الأخرتة؟ إيه طبعًا. هلأ إحنا 3 أيام نوصف مضاد حيوي مع مرممات للبشرة بسبب الخدوش اللي عملناها بالبشرة، بعد 3 أيام مواد تفتيح. طبعًا بدنا نبعد بعد نهائي على التقشير بعد جلسة الدرم، بين أي تقشير أو أي ليزر أو أي عمل بيعمل تقشيرات للبشرة أو سيروم السي. سيروم السي كتير بيضر بعد الدرمابين، قبله اي اما بعده لا ما بيصير. شو انت اللي بتوصفي فيه؟ تقشير. تقشير ممنوع. ممنوع بعد الدرمابين، ممنوع لانه بيحرق البشرة اكثر، لانه انت قشرتي البشرة مرطبات ومرممات. والابتعاد عن الشمس، عن الضوء، عن اي مصدر بخاري حراري، توع المسابح ممنوع، هذا كله بيأذي جلسة الدرمابين. اليوم يمكن اي بشرة هي ما بتستفيد بس من إجراء تجميلي في حال ما كان في تكامل مع التغذية أو إن كان تكامل مع الحالة النفسية أو شرب المية، هالتفاصيل كلها ده اليوم هي بتساهم بجمال البشرة، ده لازم نركز عليه. أي عشرب مية، هاي الحلقة حكيت عليها قبل المرة إنه المية أحسن شيء يعني، المية والغذاء مثل ما قلتي، هي البشرة إذا كانت البشرة متغذية وفيها مية يعني مثل ما بيقولوا أكيد رح تكون رطبة. صحيح. كمية الهيرونيك أسد فيها، الكولاجين موجودة فيها، الإلاستين موجودة فيها، بس ليكي شو ما كان فيها الديرمابين أنا بنصح فيه لكل أنواع البشرات، وبس ما عدا اللي فيها حبوب، وحتى لو البشرة صافية بنصح فيها لأنه بيحفز الكولاجين يعني بيزيد يعني. الكولاجين أي في صبايا ممكن يقولوا لك أنه أنا ما حسيت بالفرق، بس هي بشرتها صافية بس أنت بتحسي لقدام. أي ما بتحفز الكولاجين، الواحد بشعر بالنتيجة بعد 15 يوم بس يخف في وزمة التقشير أو وزمة ما في كتير يعني ممكن بعد التغسيل ب3 ساعات بتروح الوزمة. يعني بعد 10 أيام بتبلش تحس إذا عندها تصبغات، عندها مسامات، عند بقع، عند تشققات، بعد 10 أيام بتبلش تحس بالإفادة ببين يعني. طيب اليوم مرفت مثل ما في توصيات بكل خلينا نقول الحالات المرضية، الطبيب يقول إنه الشخص اللي بيعاني من هاي القصة ممنوع منعا باتا إنه ياخذ الشيء الفلاني، اليوم
هذا الجهاز ذكرتي انه حب الشباب واللي عنده بثور كثير واضحه ممكن تكون ما تجيب فائده ونحن ما بنقرب على هذا. طبعا هل اليوم في اشخاص ممكن يكون عندهم امراض او حالات مرضيه مثل البهاق مثل اي شيء ثاني كمان ممنوع يشتغلوا بهذا الجهاز؟ هلا لك البهاق النماش الكلف بيفتح منه ولكن يعني بيغير ما بينهي ما بيخرب هو ما بينهي لكن ما بينهي بده يروح على طبيب البهاق بده طبيب حصرا ويجي يقول لك انه انا بستفيد على الدربابين لا هذا حكي والله امراض الى علاقه امراض لا لا ما بيعمل شيء هو لانه على الطبقه السطحيه من الجلد يعني حتى السنون الابر النيدلز هي كثير ناعمه يعني ما بتفوت كثير بالبشره خروج سطحيه تمام خلينا نركز على أهمية الاستشارة الطبية قبل أي إجراء تجميلي طبعاً. مهما كان الإجراء اليوم بسيط وطبيعي مهما ممكن كريم عادي أني أحطه على بشرتي لا لازم أسأل اليوم صيدلاني أخصائي استشاري طبعاً. مشان نعرف اليوم ما في سلبيات لهيدا النوع على بشرتي خلينا ضروري اليوم يعني أي حدا بده يجي يشتغل أو يجي يشوف بشرته شو هي يشوف طبيب يشوف خبير بشرة إنه أنا شو الروتين اللي بدي أستعمله مو أي روتين بدي أشتغل فيه اليوم ما قلت رفيقتي وفلانة لا ما قالت لي رفيقتي لكن هاي وصلت لي الفيتامين سي هاي قالت لي الهيرونيك أسد لا أنا حكيت الهيرونيك أسد مني بس ما توصل فينا للمرحلة نشتري القلم والمواد ونجرب لا لا هيك كتير لا هيك كثير يعني هلا في ناس والله عملوها بس لا خربوا بشرتهم لا برفت هيك سريعا اليوم ايمت لازم الصبي يلجأ لهي التقنيه هل اليوم في عمر محدد هل اليوم قبل سنه 18 ممنوع او لا ايمت ما كان في مشكله بالبشره انا قادره اتوجه لعند المركز المختص هلا ممكن سن ال 18 هرموناتها استقرت الصبيه حتى مو بس الصبيه يعني حتى الشباب احنا دائما نحكي على الصبيه هرموناتها الشباب قبلنا صاروا يشتغلوا قبلنا عم يجوا والله قبل البنات فهي هرمونات استقرت صار عندها مشاكل بالبشره تصبغ شفتي اليوم كله البنات عم تحط فاونديشن وعم تطلع يعني مو مثل فكله عم يشتغل ببشرته فعندها مشاكل بالبشره فمن عمر 18 انا بنصح فيها وبنصح مثل ما قلت لكم حتى ولو البشره صافيه تشتغل على الدير مبين كل سنه جلسه مثلا اذا بشره صافيه كل سنه مره يعني مثل روتين عنايه اذا بشره صافيه حركه استباقيه شيء عكسي فيما بعد اكيد بالختام بدنا نشكرك كثير ميرفت موسى كنتي معنا خبيره بالعنايه بالبشره والجلد شكرا لك ولكل النصائح اللي قدمتيها بتمنى اكيد الكل يحافظ على صحه بشرته اهلا وسهلا اهلا فيكي حبيبتي شكرا لك ميرفت وعلى حضورك شوي هيك اجراءات نحن قادرين نحافظ على هي الجماليه اللي رب العالمين وهبنا اياها ودائما نروح للاستشاره الاختصاصيين باي شيء بحياتنا شكرا وموفقين بشغلكم الايام القادمه الله يخليكي شكرا لك اهلنا هايدي يومك حلو شكرا يا بعيدا عن اي حبوب اي شيء صافي اهم شيء نيه اكيد اهم شيء النيه شكرا لك يا هايدي شكرا يا رشا نحن وصلنا مشاهدينا لنهايه صباحنا لليوم مثل ما بلشنا هذا الصباح بالامنيات الجميله لكم يا رب يكفي نهاركم مع الاشخاص اللي بتحبوهم الاشخاص السادين القريبين من قلوبنا اللي نحن قادرين دائما ناخذ منهم القوه ودائما يحسسونا انه بكره ايضا حيكون اجمل ونحن قادرين نتخطى اي مشكله بحياتنا لاقونا بكره من هلا لوقت تكونوا بالف خير باي أكيد. باي اكيد شكرا لكم مشاهدينا وشكرا لكل كادر صباحنا غير اليوم واكيد بقيه النهار يحملكم كل شيء بتتمنوه وكالعاده موعدنا بتجدد بكره معكم بنفس التوقيت ضيوف جدد وفقرات جديده من هلا لبكره تبقوا بالف خير باي باي